الزازولي المعطيم من الزاوية ديال فشتالة بيرو تكجيرت. لاش جيتي لهنا؟ إوا جيت لهنا وما جيتو نتوما لهنا. إوا تنشارى واحد اللي تزوج فيا ولاني أنا تنشارى تنشوف هاد المرا بغيتها لها دانشي بي ولاني ما تقدر. تقلب على مرا هنا؟ تنقلب لي على المرا لا نشي بي كاين في الطليان راه كاين هنا كاين في الأم... هو في المغرب كان هنا ولاني ما هو ما طلعش لعندي لهنا. باش نبغي تزوجو ولا شنو؟ حبيت نزوجو. بغيت نزوجو لاني خصها ديال 24 24 25 لحقاش عدو 44. علاش اختاريتي هاد البلاصة بالضبط؟ بغاو الشلوح. قالوها البلاد مزيانة ومواليها مزيانين. هذاك الشيء علاش انا جيت تنشول هنا. وقلبتي ما لقيتيش؟ ما لقيت والو. تقول لي خصك تجيب المعرفة واخا انت الحاج ولاني خصك تجيب اللي عارفك من البلاد يكون عارفك من البلاد معروف هنا تيجيو الناس تيتزوجوا من هنا وتيخرجوا لهم تتخرج العزينة. هذا الشيء علاش؟ فايتك عرفتي شي واحد تزوج من هنا؟ اه؟ تتعرف شي واحد تزوج من هنا؟ اه تيتزوجوا الناس بزاف واش دقت ليهم القضيه زينه. ياك ما بغيتي تزوج انت من لا انا مات المراه تزوجت ولاني وليت اشتغل اشتغل صافي ما لا ما هنا هالبلاد جينا موليها وتزوجت لا عمرها دار انا تزوجت واحد الوحده من حدا مني من لا عمرها دار دقت لي مرا جينا. شنو قالوا لك هنا ملي درتي قلبتي؟ قالوا لي خاص قال لي خاصك تجيب اللي غادي اللي يعرفك انت اللي يعرفك يضمنك زعما بين هو ماشي واحد يعطي بنته ما عرف لمن خاص مول البلاد يعرفك يقول لهم فين مشيتي دقيتي؟ شرينا هنا اللي تلاقي مع عند ندوي معاه تنقول لي فين في السوق؟ في السوق هي فين؟ في السوق في الديار مولي جيتي ها بغيتي في عمر هذه المرأة اللي بغيتي تزوجها 25 24 وتكون مقدره وجينا وبيضه صافي ما باش نعطي ندي لي الخرده الله يرضي عليك لا ها خصني ندي لي شي حاجه اللي يشوفوا الناس ماشي شي تنعيا ندي لي شي حاجه اللي واش حيتاش نسيبك ولا ها هذا اللي بغيتي نجيبي خو المراه ديالي وراجل مزيان ماشي شي كون عين عارفو ماشي مزيان والله ما نتشرى ليه.